اخترت الجامعة السعودية الإلكترونية لما تتميز به من برنامج مناسب لسوق العمل الحالي ورؤية 2030 للأمن السبراني في المملكة. أنا العنود الدعيلج، سنتين أقدم ماستر في جامعة الرياض، 5 مرات اختبرت قدرات، أكثر من مرة اختبرت اختبارات اللغة الإنجليزية عشان أحصل على الكواليفيكيشن اللي أطمح له وأقدم فيه لجامعة الرياض. تم قبولي الحمد لله بعد عدة اختبارات في الجامعة السعودية الإلكترونية في بمؤهلات الحمد لله عالية، قدرت أجيبها وقدرت أني أسعى وأحصل عليها. فادتني الدراسة في التطور في مجال الوظيفي من أول أسبوع في مجالات مثل المالية والتسويق، بما أنها بعيدة عن مجالي في البكالوريوس فأضافت لي كثير في وظيفتي الحالية في مجموعة صافولة. تساعد الدراسات العليا لتطوير المهني والتطوير المعرفي. خلال مسيرتي المهنية ترقيت مرتين بعد الماجستير، وأيضا أسعى لتطويرها أكثر بعد التخرج. أنصح بالالتحاق بالبرنامج، المناهج عالمية وتؤدي توازن بين الحياة العملية والدراسية والعائلية والخاصة بمعايير عالمية متطورة تؤدي إلى إنتاجية أعلى في العمل وتميز إن شاء الله.